أعظم عقوبتين في الدنيا لمن يمارس العادة السرية هما: العقوبة الأولى ظلمة يجدها في قلبه وكآبة وضيق، لأن من يمارس العادة السرية قبل أن يمارسها يكون في قلبه نور، فإذا فعل هذه المعصية أظلم قلبه فيحس بضيق وهم وغم لا يعلم ما هو السبب. السبب العادة السرية. العقوبة الثانية هي في الحرمان من الطاعات، فلا يوفق لأداء الصلاة بوقتها، ولا للخشوع في الصلاة، ولا يوفق لقراءة القرآن، ولا يوفق لبر الوالدين، لا يوفق لشيء من الطاعات لأنه فعل معصية وأصر عليها. فإذا أردت أن يعود النور إلى قلبك والانشراح إلى قلبك، وإذا أردت أن توفق للطاعات، فتب إلى الله سبحانه وتعالى وعود إليه يعود حالك كما كان. أسأل الله أن يبعدني وإياكم عن المعاصي والشهوات المحرمة. اللهم آمين.